انتقل بعد هذا إلى رسالة من ميم عين عين عطبرة بالسودان، يقول: السادة برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهو ذاهب لليمن: لا يمس الكتاب إلا طاهر. هل قصد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الكافرون؟ لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لفظ الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر، كما هو في حديث عمرو بن حزم في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من جملته: لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو كتاب مشهور تلقته الأمة بالقبول. والمراد بالطاهر هنا المتوضي الذي ليس عليه حدث أكبر ولا أصغر، كونوا متطهرا من الحدثين. المراد بالطاهر هنا المسلم المتطهر من الحدثين. وأما الكافر هذا من باب أولى، لا يجوز له أن يمكن من المصحف، لأنه لا يؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بالقرآن، فلا يمكن من القرآن. وقد جاء النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لئلا يتمكنوا من إهانة المصحف. وإنما الذي جاء في القرآن أن الكافر يسمع القرآن، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيدعى إلى الإسلام ويتلى عليه القرآن، يكون هذا من باب الدعوة. أما أنه يعطى المصحف أو يمكن من المصحف فهذا أمر لا يجوز حتى يسلم ويدخل في الإسلام ويكون متطهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، فلا يمسه إلا المطهرون. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. أما إذا مسه المسلم هو على غير طهارة من الحدثين، مسه من وراء حائل، فلا مانع من ذلك، إنما الكلام مسه مباشرة من غير حائل، هذا هو الذي لا يجوز إلا بعد الطهارة.